هلأ طلع لي مع الولد شايب. مين هذا الشايب؟ مين يا سمر؟ مين شايب؟ عرفته، هذا اكيد بو منقار، ماكو غيره. انا سمر عرفه. ماما قولي ايش عندك حبيبتي؟ ابي اقول لك شيء بس خاف تزعلين علي. اعطيني من الاخر، احكي لي شو عندك. يما بصراحه ذاك اليوم كلش ما كلمتي اخوه صح الكبير بطريقه عدله. يعني سويت له؟ طقيت براجدي والله، بطيت بطنه بسكين. ايش قلت له؟ يعني ما كان له داعي تقعدين وتقولي له اخوك 7 سنين مو شايفه وش شايبك، يعني امور عائليه وايد. وانا صادقه في كلامي يا بنتي، صادقه. في واحد ما شايف اخوه 7 سنين وفجأة كذي يطب عليه يبي يعيش معه، ايش هالمحبه هاي؟ ايش هالمحبه هاي جت عن كبر؟ لا 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 لا، انا هذا ابو منقار عرفته، واحد طماع طماع وحيال. حين عرف اخوه عنده فلوس اجى يركض يركض ركض، وخطيات خطي. والله المسكين الطيب على نياته ذهب مصفى حنين حنين، يمه مؤدب راقي، اصلا نسخه مني نفس صفاتي نسخه وايد. يمه في الدول الله، في الدول الله، الله يخليك. خلاص انسي يوم اللي زلمك، هم اخوان واثنينهم ينيازون، ايش دخلنا؟ شلون يمه؟ قلت شلون ايش دخلنا؟ خطي هذا وضاح الطيب المؤدب الراقي، هذا حرام منا وفينا.